أكتر لاعب في النادي الأهلي حاز إعجابك في هذه المباراة؟ Pendant ce match, ce sont bien sûr les deux fullbacks, les deux arrières latéraux. Il fallait aussi jeter un œil sur Boualia qui peut être très performant dans son jeu au but. Également, Achraf fait une entrée très intéressante. C'est un joueur clé. قام ببذل مجهود جيد وهو لاعب مفتاح بالطبع بالنسبة للفريق الأهلي وعندما نزل فيها الشوط الثاني كنا حريصين جدا مين المفتاح معلش مرة تانية مين أفشة أوكي وبالنسبة للجناحين تقصد الباكين بالنسبة للجناحين تقصد الاثنين باك الباكين Oui, les deux arrières latéraux qui sont bien évidemment très très offensifs. نعم لاعبي الأجنحة الهجوميين هم كانوا الأكثر تأثيرا تلك المباراة وكان علينا أن نغلق المساحات عليهم وقد قمنا بالفعل وقد نجحنا بالفعل في ذلك الأمر.